النهارده بنوك بنكي او بنك بنك مصر والاهلي الاثنين كانوا فاتحين فروعهم رغم ان النهارده اجازه رسميه. كل سنه وانتم طيبين، ولكن كانوا فاتحين الفروع علشان يعني استقبال مزيد من العملاء للاكتتاب في الشهاده البلاتينيه الجديده باعلى فائده في القطاع المصرفي المصري على الاطلاق، 25% على سنه. لو انت هتاخد ريع هذه فوائد هذه الشهاده في نهايه العام، او 22.5% لو انت هتاخدها شهريا. كنا سمعنا ان الارقام وصلت حوالي قرابه ال 100 مليار جنيه ما بين الاهلي ومصر. خلونا نتعرف اكتر على التفاصيل من رئيس مجلس اداره بنك مصر الاستاذ محمد العتربي. استاذ العتربي مساء الخير وكل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه ومصر طيبه ان شاء الله. يا رب باذن الله. كام حصيله بنك مصر حتى الان من حوالي كام؟ 5 ايام تقريبا من فتح الابواب للاكتتاب في الشهاده؟ 4 ايام. 4 ايام. يعني يومين عمل ويومين فتحنا فيهم برضو عشان يعني نلبي طلبات العملاء. فاحنا فتحنا، بدات الشهاده الاربعاء والخميس والجمعه والحد فتحنا، والسبت كان اجازه طبعا لنا جميعا ولاخواننا المسيحيين. فجمعنا كام تقريبا في بنك مصر استاذ تريبي؟ جمعنا 39 مليار. 39 مليار، ده رقم لو قارنته بقى بالشهادات مثلا بنفس فتره كده في الشهادات اللي هي 17.5 او 16 او الشهادات السابقه، بتعتبر ده اقبال كبير ولا بتعتبره ايه؟ يعتبر طبعا اقبال كبير، لانه ده سعر طبعا انا يعني اما اجي اقارنه اقدر اقارنه بالشهاده اللي اطلقها البنك اللي اطلقناها في 2017 ب 20%، لان هي كانت بتدي الفايده كل شهر، والشهاده دي 22.5. لو قارناها يعني المقارنه السليمه بين الشهاده في 20% فهتبقى زايده 2.5% او بتدي 25% في نهايه العام. فطبعا هناك اقبال، والحمد لله انه برضه الاكتتاب بيتم عن النهارده. طبعا التطور اللي حصل في التكنولوجيا وفي الموبايل اب، فاحنا ناس كتيره جدا بتربط عن طريق الموبايل اب وما بتجيش الفروع، ودي حاجه طبعا خففت الضغط علينا في فترات الذروه. يعني متوقعين الاكتتاب في هذه الشهاده سواء ب 25 او 22.5 يوصل قد ايه استاذ اتريبي؟ والله يعني هيبقى يعني انا متصور انها ارقام هتبقى كبيره جدا. انا شايف ان الشهاده دي يعني هتبقى لفتره محدوده، مش لانه برضه تكلفتها تعتبر بالنسبه للبنكين عاليه. وطبعا ما فيش ما بيطلقهاش اي بنوك اخرى، لانها بالنسبه لهم هتاثر على ارباحهم. الحمد لله ان احنا بنك مصر، واعتبر البنك الاهلي، احنا في 2021 عملنا رقم قياسي لل 18 شهر، كنا عملنا 23.5 مليار ارباح. هذا في العام 22 ان شاء الله ارباحنا هتفوق العام ال 21، فما فيش ما يمنع ان احنا عشان خاطر الاقتصاد وان احنا يعني نضحي بشويه ربح، انما طبعا هدفنا الاساسي هو الربح ودعم الاقتصاد المصري. فطبعا الشهاده دي تكلفتها هتبقى بالنسبه لنا هتاثر شويه في ارباحنا، انما في النهايه بالنسبه للمقترضين هي مش هتاثر عليهم، لانه الاغلب العملاء او الشركات مرتبطه بسعر الكوريدور، وبنحط هامش ربح بسيط فوق سعر الكوريدور، وبالتالي اللي هيتحمل التكلفه هو البنوك مش العملاء بالنسبه لهذه الشهاده. ما هو انا يعني بتذكر، واكيد حضرتك فاكر لما كنا اتكلمنا وحضرتك قلت، كنت يعني قلت بندرس، بس كنت مستبعد برضو طرح هذه الشهاده، وقلت لازم ندرس التكلفه، لان التكلفه دي مهمه جدا. يعني انت في تكلفه 39 او نعتبر 40 مليار، 25% منها حوالي 10 مليار غير ال 18% اللي هتحطها في الاحتياطي. فاحنا بنتكلم على حوالي 18 مليار او 17 مليار، ده كده على ال 39 او 40 مليار جنيه. فطبعا دي تكلفه عاليه جدا، او كيف تقيم هذه التكلفه استاذ تريبي على البنك؟ هو طبعا زي ما حضرتك بتوضحي هناك تكلفه،
انما احنا في النهايه عندنا طبعا تكلفه الاموال، عندنا اموال بدون فوائد، غطاءات لخطابات نقديه بدون فوائد، كل دي لما بنيجي نحسب التكلفه العامه فبتبقى تكلفيه، عشان كده ارباحنا كانت مرتفعه بارقام قياسيه في عام 21 وعام 22. فاحنا طبعا لما الكوريدور طلع 3% زي ما حضرتك عارفه، احنا كنا ساعتها ما كانش في، كانت الشهاده اللي نزلت 17 وربع اللي هي بتدي الفايده سنويه، وكنا وحضرتك سالتيني قلت لك احنا بندرس لسه وبنشوف الوضع ايه، وهندرس طبعا التكلفه العاليه هتاثر على ربحيتنا، بس مقابل انه احنا بنعدي، لانه في الاخر التضخم الشهاده دي نازله لسببين، نازله لمعالجه التضخم، وزي ما حضرتك فاكره لو تتذكري في 2017 لما نزلنا الشهاده ل 20% كان التضخم تجاوز ال 31 و32%، ثم انخفض لغايه ما وصل ل 6%، جت حرب، جت كوفيد 19 وجاء حرب اوكرانيا وروسيا طبعا، وارتفاع اسعار الطاقه. مشكله الدول اللي زي مصر انها دول مستورده، عجز الميزان التجاري لما بيكبر بيبقى اثره صعب على العمله، وبالتالي ارتفاع اسعار البترول من 64 في الموازنه ل 120 دولار، كل دي والمواد الغذائيه رفعت الفاتوره الاستيراديه، وبالتالي العجز زاد، وده اللي خلق المشكله، مع خروج 25 مليار دولار في سنه 22 اللي هم الهوت ماني، لانه طبعا احنا عارفين اي تربلنس بيحصل او اي قلق بيحصل في العالم المؤسسات الماليه بتسحب على طول الهوت ماني في الدول الناشئه. فده كان له اثر طبعا، كل ده كان له اثر طبعا على اكيد، بس مش 25% دي، يعني احنا لما كان التضخم 31% وصل في بعد 16 سنه 16 احنا عملنا الشهاده ب 20%، احنا النهارده بنعمل هي شهاده 20% قارنيها حاجه بال 22.5، يعني عشان نبقى المقارنه سليمه، لانه انت عايز تحسبها تمام على 22.5 عشان الفايده، مظبوط الفايده كل شهر. فلما يكون التضخم 21.5% واكيد احنا اسعار هتزيد خلال الايام القادمه، لان معدل التضخم هيعلن، هنعملها ب 22.5 برضه، ما هو ده بيؤثر سلبا على السوق وعلى الاستثمار، ولا بتعتبر ان قصر مدتها ممكن ما يكونش التأثير سلبي قوي؟ هو شوف انا بقول لحضرتك ان هي بالنسبه لتكلفتها احنا ما رفع، يعني بالنسبه للعملاء كلهم والشركات، كل الشركات دي مرتبطه بسعر الكوريدور، فلو سعر الكوريدور فضل ثابت اللي هو 16 وربع 17 وربع، فاحنا الشهاده دي اللي بيتحمل، يعني مش احنا اللي بنرفع الاسعار بقى على المقترضين، لا، لانه السعر ده مرتبط بعقود، وبالتالي الفترة دي هيبقى اللي بيتحمل التكلفة هو بنك مصر والبنك الاهلي، وعشان كده ما فيش بنك اصدر هذه الشهادة غير بنك مصر، يعني الشهادة 17 وربع بنوك كتيرة اصدرت هذه الشهادة ونزلت 16 و16 ونص و17، انما 25 او 22.5 ما فيش بنك نزلها لان هتبقى مكلفة بالنسبة له، انما احنا كبنك مصر والبنك الاهلي عندنا من الموارد وعندنا في فلوس بدون فوائد، فبالتالي التكلفه كلها بتخش، انما هتاثر في الربحيه، اكيد هتاثر في الربحيه، بس زي ما وضحت لحضرتك احنا طيب. عامل الصبر يعني عاملين 23 مليار ونص، والسنه دي اللي هي 22 يعني عاملين ارقام احسن، فالبنوك هي اللي هتتحمل تكلفه هذه الشهاده مش الماليه، انت كده هتدي الماليه ارباح اقل، هي دي النقطه، انك انت هتدي للماليه ارباح اقل. ما هو في الاخر الماليه سنه 22 ان شاء الله هتاخد ارباح قياسيه، وسنه 21 يعني مش الماليه، والبنك هو اللي حقق يعني الارباح القياسيه دي، لان اوقات الماليه برضو بتسيب لنا الفلوس دي بنقوي بيها وندعم بيها راس المال ويعني الايكوتي بتاعتنا يعني. كام من مثلا من ال 40 مليار، لو قلنا 40 مليار دخلوا بنك مصر، 39 مليار 39 عشان نكون دقيقين، تقريبا فيهم 5 مليار من خارج القطاع، من خارج بنك مصر، والباقي من داخل البنوك، من داخل البنك، سواء عن طريق فلوس كانت في حسابات جاريه او ودائع اتكسرت او شهادات اتكسرت، او باعوا دولار وحولوه لشهادات او باعوا يورو لشهادات، لانه هو طبعا حتى هذه اللحظه سعر الفائده على الدولار 5%، طبعا وده سعر طبعا يعتبر عالي جدا،
لانه طبعا نتيجه التضخم اللي في امريكا وفي المانيا وصل ل 10%، فسعر الفايده على الدولار طلع ل 5 وعلى اليورو برضه تقريبا 4، فهناك فرق 20%. وانا مش متوقع يعني ان الشهاده دي مش هتستمر مده طويله، يعني انا متوقع انها يعني مش عاوز اقول حاجه، بس يعني هتبقى مدتها محدوده جدا، وهي يعني فرصه للي عاوز يستثمر فلوسه لمده سنه. وفي ناس تقول لك طب ما انا اسيب ال 17 وربع ثلاث سنين، ما احنا مش عارفين الفايده بعد السنه الثانيه هتنزل ولا هتطلع. طبعا نامل في استقرار الاسواق واستقرار الاسعار. اللي انا عاوز اوضحه ان مصر عندها موارد من العمله الاجنبيه، بس الفترة دي احنا ما كناش شايفين الموارد، يعني احنا لما نتكلم على تصدير 43 مليار، نتكلم على سياحة 12، نتكلم على قناة السويس 7، نتكلم على تحويلات العاملين بالخارج 33، بنتكلم فوق 90 مليار، بس احنا ما كنا كقطاع مصرفي مش شايف التحويلات العاملين بالخارج، لأن ابتدت ما دام في عجز في العملة وعجز في تلبية طلبات العملاء والمستوردين بيحدث سوء الموازنة. فالفلوس التحويلات العاملين بالخارج القطاع المصرفي في الفتره الاخيره ما كانش شايف، احنا قعدنا 5 سنين ما فيش سوق موازيه نتيجه ان بتلبي طلبات العمله، بمجرد ما يحصل شورت في تلبيه طلبات العمله بيحصل السوق الموازيه. طبعا عشان كده يعني ان شاء الله يعني عندنا زي ما قلت مصادر، بخلاف الاستثمار المباشر اللي هو متوقف حاليا، لانه ما فيش حد هيجي يستثمر في استثمار مباشر والدنيا ضبابيه. صح. والمستثمر ده بيدرس الاسواق كلها وبيختار الدوله اللي فيها طبعا استقرار في العمله واستقرار في القوانين، وطبعا الاتجاه الايام دي لتشجيع القطاع الخاص اللي هو المفروض هو اللي هيدعم الاقتصاد. وطبعا زي ما فقناه الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى قالوا ان القطاع الخاص هيبقى له دور ويطلع من 30% ل 70% في خلال الفتره القادمه، دي كلها يعني ان شاء الله تبقى لها اثار ايجابيه على هل اذا بنتوقع مزيد من المرونه في سعر الصرف بكره لما الاسواق تفتح؟ يعني بصراحه نتوقع مزيد من الخفض في سعر الجنيه امام الدولار؟ لا يعني انا ما اقدرش اقول مزيد من الخفض ولا مزيد من الارتفاع، احنا هيبان بكره وحسب الموارد اللي بتجايه وتلبيه طلبات العملاء. انا بقول لو بنلبي طلبات العملاء اكيد السوق هيستقر. انتوا بتلبوا طلبات العملاء في بنك مصر؟ يعني حجم التدبير اللي عملتوه، هل بتعملوا افراجات بس بضمانات ولا بتعملوا تدبير ايضا استاذ التريبي؟ لا ما هو لما بنفرج يعني احنا حاجه من اثنين، لا اما بتفرجي عن بضايع بتسهيلات موردين يعني الدفع لسه مش دلوقتي، أيوة. او بتفرجي عن بضايع فوريه بتدبير من البنوك، يعني البنك هو اللي بيدبر. نعم. العميل بيحط الجنيه المصري والبنك بيدبر. الفتره في البدايه كان هناك طبعا كان في العمليه كانت صعبه في التدبير، انما حصلت بعض الانفراجات، مش هقول لك 100%، انما لا هناك طبعا تدبير وهناك بضائع كبيره خرجت تحت ال 500,000، خرجت كل البضائع في بنك مصر، وان شاء الله في الفتره القادمه يبقى في كل ما يتحسن وكل ما تفرج عن البضائع. معناه انا راجل الدولار النهارده ب 27 جنيه ده اخر سعر له، كان امبارح يعني قفل 27.05، انا بشتري الدولار ب 27 جنيه اللي هيخليني البنك بيدبروا لي 27، اللي هيخليني اروح اشتري دولار باعلى من كده في السوق ما دام البنك هيدبر لي. فانا متصور ان لو ان شاء الله المهم البنك يدبر، ما هي دي النقطه. المهم هو طول ما انا اروح البنك الاقي دولار مفيش سوق سودا، السوق السودا بتبقى موجوده لما اروح البنك ما الاقيش دولار، هي دي النقطه الطبيعيه يعني. طب اخر سؤال، كان في خبر عن اقتراض البنك الاهلي وبنك مصر قروض ب 700 مليون دولار من بنك التنميه الاسلامي وغيره، ان حصه بنك مصر 300 مليون دولار، هل هذا خبر دقيق؟ لا يعني انا طبعا احنا في طبعا في مؤسسات عارضه علينا قروض بالعمله الاجنبيه، بس احنا بندرس طبعا التكلفه وبندرس الاسعار، لانه في الاخر احنا يعني الحمد لله بنك مصر السيوله عنده جيده سواء بالعمله الاجنبيه او طبعا بالعمله المحليه. احنا الاقراض للودائع على مستوى بنوك مصر كلها 48 49%، على مستوى بنك مصر
41% 42%، لان احنا طبعا حجم الودائع عندنا كبير جدا، فما زال هناك سيوله موجوده وكل حاجه. فاحنا لما بيجي نقترض لابد ما نقترض بالعمله نبقى عارفين التكلفه ايه، وما نروحش وراء اسعار تكلفه مرتفعه، عشان دي برضه بتبقى ليها اثر على ارباحنا. شكرا استاذ محمد العتريبي رئيس مجلس اداره بنك مصر. اذا كما قال رئيس مجلس اداره بنك مصر، هذه الشهاده وده توقعاتنا كلها، مش هتطول لان بصراحه تكلفتها عاليه جدا على البنوك. يعني انت بتتكلم في تكلفه عاليه سواء في الانترست الفايده اللي هتتحط على البنك وهتقلل هتاثر على ارباحه، وكمان في الفلوس اللي بيحطها في الاحتياطي. يعني الفايده الشهادات السنه بتحتاج طبقا للقانون المركزي 18% فايده في اللي بتتحط فايده كده على جنب، فبالتالي دي تكلفتها عاليه جدا البنوك العامه بتقوم بيها مساعدة الدولة في خفض التضخم، مساندة المدخرين المصريين، أيضا المواطنين المصريين في يعني تعويض جزء من خسائرهم من خفض سعر العملة. وهنشوف بكرة البنوك هتفتح على كام، والتداول على هل هنشوف مرونة مزيد من الخفض في قيمة الجنيه، ولا هنشوفه وقف عند 27.5 ساغ، ده اللي هنشوفه مرة أخرى. اروح البنك الاقي دولار، هو ده اللي هيبقى، مفيش سوق سودا. طول ما في عجز في الدولار هيكون هناك سوق سودا، ولكن السوق سودا اكيد اتحجمت كتير الفتره الماضيه.